امال مين اللي هيذاكر لهم؟ يعني ايه الكلام ده يعني؟ يعني زي ما سمعت كده يا علي، انا ما عنديش اي استعداد ان هم يرفدوني من الشغل، كفايه المرتب اللي اتخصم نص الشهر ده. ايوه يا حبيبتي كان على عيني، بس انت عارفه انا ماليش في مذاكره العيال والحاجات دي، وبعدين ما بفهمش في المناهج بتاعتهم، اشرح لهم ايه يعني؟ خلاص ولا تتعب نفسك خالص، ياخدوا دروس. طب ولو جبت لي خاتم وفستان؟ خاتم وفستان؟ اخس عليك يا علي، اخس عليك، هو انا برضو مستنيه خاتم وفستان؟ انا كل اللي يفرق معايا مصلحه الولاد، ويا حبيبي يفرق معايا كمان مصلحتك انت. ايه لازمته دروس خصوصيه وفلوس قد كده ملهاش لازمه؟ انت يا علي انت تذاكر لهم، انت ابوهم وليك هيبه وهيخافوا منك. الولاد يا علي بيستهزئوني، بيستهزئوني يا علي. وبعدين انت مدير تحرير قد الدنيا، بتدير مؤسسه صحفيه، مش هتقدر على شويه عيال؟ يعني ايه الكلام ده انجي؟ يعني ايه الكلام ده انجي؟ يعني احنا ما اتفقناش على كده انجي؟ يا لا باجي باجي انجي باي انجي باي انجي انجي يا انجي. اسحب ثمانيه يا مفتريه اربعي ايه، ما عندكيش ولاد؟ انت بتحبي بدالي؟ والله يا عاد مش عايزين اجيب لكم لب وفشار كمان؟ لا يا بابي شكرا، انا نسي في شيبسي. اخلص يا ولد، قوم هات كتبك وحصلني على السفره وحضر الشبشب كمان. انا بتاع شبشب يا حبيب بابي، انا بتاع الكلام. هو انا مجنون زي امك؟ انا بستخدم الحزام. اجري يلا. وانت يا حلوه دورك جاي، بس لما اخلص عليه الاول، قصدي لما اخلص معاه فزي قومي هاتي كتبك يلا. قول لي بقى يا حبيب بابا، ايه اللي انت مش فاهمه في الكتاب ده؟ كله يا بابا. كله؟ يعني مش فاهم منه اي حاجه خالص؟ ده انت هتشوف ايام سودة. كده انا فهمت، تعالى لي بقى يا سيدي. الله عليك يا استاذ. كده فهمت؟ اه والله يا بابي فهمت كل حاجه الحمد لله. قولي بقى يا حبيبي فهمت ايه؟ فهمت ان الماس ده صعب جدي لدرجه ان حضرتك بقلله قدرك مش عارفه اصلا. ولا طب خد ياك يا ابن زيت. ولا 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 حبيبتي ماي، ده ولد كلب ملوش اي لازمه، انا ماليش غير بنت واحده بس حبيبه قلبي. تعالي وريني الهومك.
يا ولاد الكلب. انا لو اعرف ان مذاكره العيال بتعمل كده كنت وفرت اشتراك الجيم. انا في العلوم بس خسيت 5 كيلو، امال في الرياضه هخس قد ايه؟ ايه لهوي. تا 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 تا. صباح الفل على اجمل علوه. سلامات يا مايسترو. بتضحك عليا يا جعير؟ جبت لي اللي قلت لك عليه ولا فاشل كالعاده؟ عيب يا مايسترو، وانا مايسترو زيك؟ اتفضل. لا لا لا، لعلمك علوه، فضلت لازق للواد بتاع الميكروباص لما عمل فردتين ورجع وجابهولي. قرص واحد هيخليك تربك 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 فوق، هيخليك تزمر، لكن قرص وتزود هيخليك تزمر. ازمر؟ ده انا دماغي بقى فيها كل الات النفخ اللي تتخيلها. انا اتنفخت يا سامح ولسه هتنفخ. وعمال تقول لي انا المايسترو ومسيطر على الايقاع، هيطبلت على دماغك يا تاعب. بلاش غلبة، جبت لي بقية الحاجات؟ اه طبعا. اتفضل. يا استاذ، ادي لستة بجميع اسماء المدرسين اللي طلبتهم بنمر تليفوناتهم، بس عايز اقول لك حاجة، دول بيدرسوا لأكبر نجوم المجتمع. الأولاني هو اللي خلى شعبولة خد الإعدادية، والتاني اللي خلى مدام تيتي شنبه بتفك الخط في شهر واحد. على الله يفكنا أحسن كمان ويجعل في وشه بيقول. بس أنا عايز أقول لك حاجة حلوة، دول متخصصين في محو أمية الكبار، مش هينفع الولاد في حاجة. أنا مش عايزهم يدرسوا للولاد، الولاد والحمد لله أنا بذاكر لهم. أمال تعبتني ليه وخليتني جبت لك الأسماء دي كلها؟ دول عشان يدرسوا لنا عشان أذاكر للولاد. آه. يا بنتي اهدي بقى، تتهزي كده ليه؟ خيلتيني عاملة زي الفرخة الدايخة. هموت من القلق يا كوكو، هموت من القلق على العيال. ليه بقى؟ هما بيعملوا ليه وز؟ دول بيذاكروا، وبيذاكروا مع ابوهم مش مع اي حد تاني. هي دي المشكله، انهم بيذاكروا مع ابوهم. عارفه لو بيذاكروا مع مغاوري البواب ما كنتش قلقت كده. ليه يا بنتي؟ هو ابوهم ده سائد اعداديه، ما هو مدرس قد الدنيا وبيدرس لطلبه صحافه، هيغلب بقى في شويه عيال. انت اصلك ما شفتيش بيعمل ايه في العيال، بس كلهم الحزام 24 ساعه، والعيال يا حبه عيني عمالين يبصوا لي يستنجدوا بيا، وانا مش عارفه اعمل لهم ايه. وانا طبعا كنت فاكره نفسي غوريلا، كنت فاكره نفسي مفتريه، طلعت غلبانه. كلنا اتربينا كده وتعلمنا كده، خليهم ياخدوا مذاكره جد شويه. يا سلام، انت عايزاه يعقد لي العيال ويكرهوا الدراسه؟ ادينا اهو شايفانا عدلين قوي ولا فلاحنا. عندك علي ابوه عقده من الحساب، اول ما يشوف ارقام يهنج. يا عين امه لسه بيعد على صوابعه لحد دلوقتي. وانت فاكراه يعني دخل ادبي ليه؟ من حبه في الادبي ولا حاول اعلام ليه؟ من حبه في الصحافه؟ ابدا. عندك انا اهو كمان الفيزياء والكيمياء بالنسبه لي زي الصيني بالنسبه لك بالظبط. بقول لك ايه، دول ولاده مش هيموتهم يعني. وبعدين في حد في الدنيا يطول؟ متهيألي انت الست الوحيده اللي في الشرق الاوسط اللي دبست جوزك وخليتيه يذاكر للعيال. تصدقي انت ممكن يتعمل لك فان بيج على الفيسبوك والستات كلها تقلدك. فان بيج؟ هستفيد ايه انا بالفن زفت دي لما عيالي يفشلوا؟ ايه الكابه اللي انت فيها دي؟ هينجحوا ان شاء الله. وبعدين في حد يطول؟ شايفه نفسك؟ رديتي، وشك حلو، شعرك طويل، رايحه جايه براحتك، في حد طايل؟ مش قادره، مش قادره يا كوكو، اريده حلا.